السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الدري. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على مراجعة نهائية لمادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصف الخامس الابتدائي، يلا بينا. عندي هنا السؤال الأول بيقول لي ضع علامة صح أو علامة خطأ. مزود خدمة الإنترنت هي عبارة عن شركة توفر الوصول إلى الإنترنت طبعًا، صح؟ لأن أنت بتروح لأي شركة بتقول له مثلًا أي شركة اتصالات بتقول له أنا عاوز مثلًا إيه؟ إنترنت، أو بتروح للسنترال تقول له يبقى هو ده اللي بيوفر لك الوصول للإنترنت. الموقع الإلكتروني عبارة عن مجموعة من الصفحات على الإنترنت طبعا، صح؟ الموقع قد يكون صفحة أو أكثر من صفحة. تنشئ بعض التطبيقات نسخا احتياطية من الملفات بشكل تلقائي طبعا، صح؟ يستخدم برنامج الوورد لإجراء عمليات حسابية طبعا، غلط. اللي بيستخدم برنامج العمليات الحسابية ده برنامج الإكسل. يجب نشر كلمة المرور الخاص بك لتجنب نسيانها طبعا، أكيد غلط، وإلا كده أنت هتعرض للإيه؟ تعرض للقرصنة واختراق الحساب بتاعي. لا يمكن انشاء مجلد جديد لحفظ الصور، طبعا اكيد غلط، انت ممكن تنشئ مجلد في اي وقت انت عاوزه. تعد الشبكه العنكبوتيه العالميه جزءا من شبكه الانترنت طبعا، صح، او مثالا لشبكه الانترنت برضو، صح. تحتاج الى جيت واي للاتصال بالانترنت عن طريق الواي فاي طبعا، صح، اللي هي البوابه بتاعت الايه بتاعت. تعمل المواقع الاحتياليه عن طريق إثارة حماسة المستخدم واستدراجه، أكيد طبعا، صح، لأنه بيجي يقول لك ادخل هنا موقع، ادخل ده هنا فرصة، ادخل لعبة مش عارف إيه، أفلام مش عارف إيه، حاجات زي كده خليك إن أنت عندك حب استطلاع إن أنت تشوف، فتدخل تبص تلاقي حصل مشكلة. يقتصر نطاق البحث على المواقع الإلكترونية ذات النطاق جي أو إف اللي هي جفرمنت أو المواقع الحكومية طبعا، إيه غلط، عندي دوت كوم ودوت نت وأورج. تعبر الصيغة يساوي A1 زائد A2 عن جمع القيم الموجودة في الصف الأول والثاني في العمود A طبعا، صح. هنا احنا بنكون عندي كده هوت، ادي العمود A، وهنا الايه، ادي الصفوف اهو 1 وهنا 2، هنا بيقول لي A1 و A2 يجمع الايه اللي هي موجودة في العمود A للصف الأول والثاني، يبقى صح. تنتج الحقائق عن البحث والملاحظة طبعا، صح. الجيجا بايت هي وحدة قياس سرعة الإنترنت طبعا، غلط. الجيجا بايت هي وحدة قياس الساعة التخزينية أو وحدة قياس قرص الصلب. تقنية البلوتوث تستخدم للربط بين الأجهزة المحمولة عبر مسافة قصيرة لنقل البيانات طبعا، صح. احنا بننقل البيانات بتاعتنا من خلال الموبايلات من خلال تقنية البلوتوث. طيب بعدها يمكن استخدام علامتي التنصيص لإضافة أقوال المؤلف كما هي طبعا، صح، ودي بستخدمها حتى في لغات البرمجه برضو عشان احط جواها النص بتاعي بحيث ان هو يظهر زي ما هو اكنه بغبغان كده. تستند الاراء الى وجهات نظر الشخص وخبراته. وجهه نظر يبقى ديت خاصه بالايه؟ بالشخص، بالكلام بتاعه، الخبره بتاعته بقى وهو بيتكلم ايه عن نفسه. لا يمكن او يصعب قياس سرعه الانترنت طبعا، غلط، ممكن ان انا ايه اقيسها عادي مفيش مشكله. تعد الشبكه العنكبوتيه العالميه جزءا من اللان. عد الشبكة جزءا من اللان طبعا، ايه غلط، ده اللان دي اقل ايه نوع من انواع الشبكات اللي هي في مساحة تخزينية صغيرة او حيز عمراني صغير. الموقع الالكتروني هو موقع موجود على الشبكة المغلقة، المغلقة لا يمكن الوصول اليها. طب لما لا يمكن الوصول اليها امال هيبقى موقع ازاي؟ طبعا ايه غلط. يجب استخدام مصادر متعددة للاجابة عن سؤال او حل مشكلة طبعا، اكيد صح، لان بمعنى ان انت عندك اكتر من ايه، اكتر من حل، ان انت تقدر تحل المشكله بايه، اكتر من طريقه واكتر من اسلوب. طيب يجب اتباع قواعد حقوق النشر عند استخدام المصادر الرقميه طبعا، صح، لانها محميه في حقوق النشر اللي هو الحمايه بتاعتها. اتصال جهاز كمبيوتر بالطابعه يعبر عند يعبر ايه عن شبكه محليه تسمى ال WWW طبعا، ايه ده غلط، لو كانت WWW اي مكان في العالم ممكن نطبع من خلال الطبعه بتاعتها. يمكنك انشاء مجلد جديد باسمك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك طبعا، جهازي ممكن انا انشئ مجلد احط فيه اللي انا عاوزه. يجب التصفح عبر الانترنت بحذر لانه يوجد الكثير من المواقع الاحتياليه او المواقع الخبيثه او المواقع القرصنه طبعا، صح. تظهر حقوق النشر الخاصه بالمواقع الالكترونيه في اسفل الصفحه الرئيسيه طبعا، صح، اللي هو البيانات بتاعت اسم الموقع او البيانات الخاصه بالموقع عشان دي تبقى ايه مدرجه تحتها. لا يوجد فرق بين الحقائق والاراء طبعا، غلط، الاراء ديت حياة شخصيه،
كل واحد بيعبر عن وجهة نظره الشخصية، أما الحقائق فده حاجات إيه؟ مجرد أساسية. يستخدم الإنترنت لمشاركة المعلومات عبر شبكة مغلقة وهو أكثر أماناً. طبعاً غلط، مشاركة معلومات ماشي بس شبكة مغلقة؟ لا مش مغلقة، لو مغلقة يبقى احنا مش كل العالم هيقدر يوصل للإيه المعلومات دي. يتم كتابة الرمز ده في بداية اللي هو رمز يساوي في بداية الخلية المراد إنشاء صيغة بسيطة فيها. طبعا الصيغة أو الفورميولا لابد إن هي تبدأ بعلامة الإيه؟ الإيه اليساوي. التصيد الاحتيالي هو طريقة يستخدمها قراصنة الكمبيوتر. طبعا إيه؟ يستخدم برنامج الباوربوينت في كتابة التقارير. طبعا اللي بيستخدم في كتابة التقارير برنامج الوورد أو معالج الكلمات، أما الباوربوينت في إنتاج عروض تقديمية أو عروض تقدمية أو في شرح أو كلام من ده. طيب تعبر الاختصار PII، اختصار للمعلومات التعريفية للشخصية أو المعلومات الشخصية. طبعا صح، يجب إنشاء نسخة احتياطية من الملفات لحمايتها من الضياع أو التلف. أكيد طبعا أنت أهم حاجة وأنا بعمل نسخة احتياطية تكون في مكان آخر، يعني ما ينفعش إن أنا آخد نسخة احتياطية مثلا على القرص الصلب أو على الهارد بتاعي حاططها على الدي وآخد نسخة تانية على السي أو آخد نسخة تانية على الدي، لا آخد نسخة تانية على فلاشة والفلاشة تنحط في مكان بعيد عن المكان الأساسي فيه. يفضل استخدام برامج مكافحة الفيروسات لحماية الأجهزة. أكيد طبعا لا يوجد فرق بين شبكة الإنترنت وشبكة الإنترانت. طبعا إيه؟ أكيد غلط. الآراء لا يمكن إثباتها وتحتمل الجدل. طبعا صح، لأن إحنا قلنا بتعبر عن الإيه الشخص، وبالتالي إيه ممكن تتحمل غلط أو صح، ممكن هي إيه تحتمل جدل. استخدام برامج مكافحة الفيروسات يساعد في حماية جهازك. طبعا صح، تستند الآراء إلى وجهات نظر الشخص وخبراته. طبعا صح. عدد خطوات حل المشكلة 5 مش 4. أصغر وحدة قياس سعة تخزينية هي الكيلو بايت. طبعا البت ده غلط. المحتوى الإلكتروني محمي بحقوق النشر. طبعا صح. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات. الجيجا بايت تساوي نقط ميجا بايت تساوي 1024 ميجا بايت. يعتبر سماشينج من أنواع التصيد الاحتيالي. يتم تخزين التقرير الذي كتبته على برنامج الوورد في مجلد. طبعا كلمة وورد أساسا ترجمتها بالعربي يعني معالج الكلمات أو المستندات، تمام كده، وبالتالي إن هو هيحافظ فين؟ في المستندات، لكن بعد كده أنت ممكن تغير مكان الحفظ عادي. تعتبر شبكة نقط أحد أنواع الشبكات المغلقة اللي هي الإنترانت. الإنترانت مش الإنترنت، لا إنترانت، تمام كده. يتم كتابة الرمز نقط في بداية الخلية المراد إنشاء صيغة فيها، صيغة أو معادلة حسابية فيها. يبقى هي الرمز إيه؟ يساوي. لابد إن الصيغة تبدأ بالرمز يساوي. البايت هو نقط. البايت هو عبارة عن أقل مساحة أو أقل وحدة قياس أو أقل وحدة تخزين. وحدة قياس مساحة تخزينية. تمام كده؟ ولا وحدة قياس سرعة جهاز ولا وسيلة؟ لا، هي وحدة قياس مساحة تخزينية. يعتبر نقط الجزء الأخير من الـ URL. إيه هو الجزء الأخير؟ اللي هو مسار الملف. جهاز يربط جهاز الكمبيوتر بالإنترنت عن طريق الإيه؟ الواي فاي، اللي هو هيبقى إيه؟ إيه اللي بيربط الكمبيوتر بالإنترنت؟ طبعًا الإيه؟ الراوتر. جهاز الراوتر اللي بيبقى عندك في الكمبيوتر. أصغر وحدة قياس سعة تخزينية هي البت. يستخدم برنامج نقط لإجراء العمليات الحسابية، طبعا الإكسل، الباوربوينت في إنشاء الدروس أو الإيه الشروحات، الوورد كتابة المستندات، البنت طبعا في الرسام. يتم تخزين الملفات ومشاركتها عن طريق استخدام ذاكرة الفلاش. يربط الراوتر جهاز الكمبيوتر بالإنترنت عن طريق إيه أو سلك الإنترنت، طبعا يا إما واي فاي يا إما إنترنت السلك. اليو ار ال، ايه هو اليو ار ال ده بقى؟ ده عبارة عن عنوان الموقع الالكتروني. يستخدم نقط الانترنت لاقتحام انظمة الكمبيوتر. اقتحام، يبقى هل المبرمجون ولا فنيون ولا المصممون؟ لا طبعا الايه المخترقون او القراصنة. اتصال جهاز الكمبيوتر بالطبعة يعبر عن شبكة من النوع ايه؟ انترانت. انترانت، الانترانت اللي هي الشبكة المغلقة. طيب يستخدم نقط
لمشاركة المعلومات عبر الشبكة المغلقة وهو أكثر أمانا. طبعا إيه؟ الإنترانت لسه كنا بنتكلم عليها دلوقتي. استخدام أسلوب مختلف لشرح أفكار المؤلف يسمى إيه؟ كده واحد كاتب كتاب وأنت إيه؟ هتشرح الكتاب ده بس بطريقتك، يبقى ده معناها إيه؟ إعادة الصياغة. وحدة القياس باي تساوي كام بت؟ طبعا تساوي 8 بت. الخطوة نقط هي لحل المشكلة، أو الخطوة الأولى هي تحديد المشكلة. طبعا الخطوة الإيه الأولى؟ يمكن استخدام خاصية السورت في برنامج الجداول الحسابية. إيه الهدف من السورت؟ السورت يعني ترتيب أو الفرز، يعني ترتيب الإيه المعلومات. يمكنك إنشاء العمليات الحسابية على برنامج، طبعا قلنا إيه الإكسل. عند تصميم شرائح لعرض تقديمي يجب أن تكون موضحة ولا أبيض وأسود ولا مليئة بالنصوص ولا معمولة بخطوط صغيرة؟ طبعا أكيد موضحة للمعلومات، ده أنت لازم تستخدم فيها حركة وتستخدم فيها حاجات بسيطة بحيث إن هي تظهر بشكل إيه مميز. يعبر الاختصار الـ URL اللي إحنا قلنا عنوان الموقع بتاع عن إيه؟ إيه الاختصار لأنهي أمر من دول؟ طبعا هو اختصار للأمر for resource vector. السؤال اللي بعده بيقول لي نقط هو وصول رسالة من شخص مجهول تطلب منه بياناتك الخاصة. طبعا ده هتبقى عبارة عن ايه؟ التصيد الاحتيالي. يقول لك ابعت بياناتك عشان اعمل لك، ابعت لك فلوس، كلام من البحث عن مصدر عبر الانترنت بواسطة كلمة مفتاحية يتم الضغط عشان اعمل عملية بحث اي برنامج، كنترول زائد اف. عدد خطوات حل المشكلة هو 5 خطوات. يمكن إنشاء نسخة احتياطية من الملفات الخاصة على طبعا على البرنامج الوورد ده كتابة، البلوتوث ده بنبعت لبعض بيانات، الراوتر ده عشان اتصال، يبقى ده على قرص الايه الصلب او قرص الصلب الخارجي ايا كان. سلك يستخدم لنقل الصوت والصورة من والى الاجهزة هو هنا سلك انترنت ولا بتاع اليو اس بي ولا الراوتر سلك، يبقى هنا دي واجهات الايه الوسائط المتعدده. تتضمن مواقع نقط تحذيرات مزيفه تشير الى وجود مشكله في جهاز الكمبيوتر ويجب تحميل برنامج معين. هنا الالعاب مش هتعمل تحذيرات كده، السوشيال ميديا اللي هو المواقع، لا محركات البحث، لا هي البرمجيات الايه برمجيات التخويف. احد الاسباب المحتمله لانقطاع الانترنت المنزلي هو انقطاع اكيد الاتصال بالشبكه، مفيش اتصال بالشبكه يبقى مفيش ايه انترنت. تعتبر الغسالة الرقمية مثال على إنترنت الأشياء. شخص يقوم باستخدام رقم حسابك المصرفي لسرقة الأموال يعتبر هيبقى المخترق أو المقرص. أكبر وحدة قياس السعة التخزينية هي التيرابايت. يمكن حل مشكلة بطء محرك البحث عن طريق إيه؟ إن أنا هتأكد على التشغيل ولا حذف ولا اتصال، التأكد من اتصالك بالايه الواي فاي بشكل صحيح. بعد كده ممكن ان احنا نعمل اعاده تشغيل، لكن هو في الاول بعمل التأكد من الاتصال. تستند نقط الى وجهات نظر الشخص وخبراته، طبعا ديت يبقى الايه الاراء بتاعته. يحمي قانون نقط المحتوى المطبوع حقوق النشر والملكيه الفكريه. لانشاء مجلد رئيسي يتم الضغط على زر الفار ايمن ثم اختيار الامر نيو. تعتبر نقط هي تغيير بعض المفردات وبناء الجمل لنص كتبه شخص آخر. أنا هغير وهعدل، يبقى ده عبارة عن إيه؟ إعادة صياغة. يحدد نقط كيفية نقل المعلومات، طبعا ده عبر الإنترنت اللي هو البروتوكول. يجب أن تكون كلمات المرور مكونة من حروف بس، هيسهل ان هي ايه اي حد يقدر ان هو يخمنها. ارقام برضه هيسهل تخمينها، رموز فقط برضه هيسهل تخمينها، لكن لما يجتمع الثلاثه مع بعض حروف وارقام ورموز او بنسميها علامات خاصه اللي هي الزائد والناقص وعلامه الاستفهام وعلامه التعجب، يبقى ديت في الحاله ديت هيصعب تخمينها. اتمنى اذا حضرتك الفيديو ما تخافش علينا بالاعجاب، اشتراك معنا في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.